إن استدعي مشروع معالم الكويت من مجلد أوراق العمل الذي قمنا بحفظه، ملف فتح نستورد كل من كائن سماعة تشغيل الصوت وكائن سماعة إيقاف الصوت من مجلد أوراق العمل، استيراد كائن جديد. موافق، نختار الكائن الثاني. موافق، نحرك الكائن إلى منطقة اليمين، نحرك السماعة إلى منطقة اليسار. في بطاقة الأصوات لكائن سماعة تشغيل الصوت، نضيف في مجلد أوراق العمل الصوت كويت ميوزك الأصوات، نضغط على بطاقة أصوات، استيراد. نضيف المقطع البرمجي التالي لكائن السماعة لتشغيل الصوت. من منطقة التحكم، عندما نضغط على كائن السماعة بالفأرة واللبنة هي عند نقر كائن 4، نشغل الصوت في منطقة بطاقة الأصوات، شغل الصوت ونحدد اسم الصوت كويت ميوزك. نحدد الكائن سماعة إيقاف الأصوات ونتحكم فيه عند نقر الكائن بالفأرة، يوقف كل الأصوات. نحدد الكائن الولد باسم بيسر، في نختار بطاقة الأصوات، نضيف من مجلد أوراق العمل الأصوات التالية، استيراد، السلام، موافق، معالم، موافق، استيراد، الكويت، نفس الخلفية، صوت الخلفية. نعدل المقاطع البرمجية بحيث يصبح كالتالي، يشغل عند نقر العلم الأخضر، نشغل الصوت السلام عليكم، نحدد الصوت باسم السلام، ثم تظهر عندنا رسالة السلام عليكم، ينتظر، ثم مرة ثانية يشغل الصوت معالم، ثم تظهر عبارة هيا نرى معالم الكويت، ثم يقوم بالانتظار مرة ثانية ويقوم بتشغيل خلفية الصوت الموسيقية. شغل الصوت كويت ميوزك، ثم نحدد بطاقة الأصوات الكائن المنصة، نحدد المنصة، نضيف في بطاقة الأصوات الأصوات التالية، استيراد، أبراج، موافق، استيراد، أمة، مجلس الأمة، استيراد، التحرير، أبراج التحرير، قصر السيف، والخلفية الموسيقية مرة ثانية. في منطقة المقاطع البرمجية، نعدل منطقة المقاطع البرمجية بحيث أن يبدأ بإظهار كل خلفية مع نطق الصوت الدال على اسم الخلفية. عندي 4 خلفيات، نذهب إلى منطقة المقاطع البرمجية، سنقوم بتبديل بدل اللبنة الخلفية التالية في منطقة المظاهر، نحدد اسم الخلفية، انتقل إلى، أولا انتقل إلى، نحدد خلفية الأولى وهي خلفية أبراج الكويت. في بطاقة الصوت نشغل صوت أبراج، ثم يجعله ينتظر 3 ثواني قبل أن يبدأ. ننتقل الحين إلى الخلفية التالية، شغل الصوت مجلس الأمة، ويعود مرة ثانية للانتظار 3 ثواني. نلاحظ تكرار نفس المقاطع البرمجية، يمكن أن نسحب هذه المقاطع البرمجية ثم نضاعفها ونكرر نفس الموضوع على الخلفية الثالثة.
لحظة خلفية ثالثة هي برج التحرير، فنضيف صوت برج التحرير وينتظر. مرة ثانية نضاعف نفس المقاطع البرمجية لإضافة الصوت لآخر خلفية. نقوم بتركيب كل اللبنات مع بعض، ثم نختبر المشروع بالضغط على العلم الأخضر. نختبر المشروع